نواصل اشتغالنا على الفصل الأخير أو الوحدة الأخيرة من مقرر أخلاقية المهنة وهي الوحدة التي تحمل عنوان الجدل الأخلاقي أو في الفلسفة الحديثة أو الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث نبدأ بفكرة أساسية وهي أن لما نقول الجدل الفلسفي الحديث الجدل الفلسفي الاخلاقي الحديث فنحن نتحرك في فتره تاريخيه وثقافيه معينه هي الحداثه طبعا الحداثه هي مشروع اوروبي بدأ في مشروع غربي بدأ تقريبا مع الثوره العلميه الحديثه بدأ في البداية تراكمي منذ النهضة في القرن الرابع عشر والخامس عشر, عشر بالثورة العلمية الحديثة من القرن السادس عشر والسابع عشر المهم إذا هي الحداثة جاءت يعني كمحاولة للخروج من هيمنة الفكر اللاهوتي الفكر المسيحي الذي سيطر في العصر الوسيط. فإذا نحن ما بعد الأفكار الدينية الكبرى. سناتي الان الى جدل فلسفي، افكار فلسفيه. الافكار الفلسفيه او المدارس الفلسفيه في الحداثه من ابرزها في واقع الامر النظريه الطبيعيه في الاخلاق، المدرسه الطبيعيه. هي في واقع الامر نظريه حديثه لانها نشات في القرن الثامن عشر ولكن لها اصول قديمه جدا، اصول تعود الى ربما الى مذاهب الحكمه القديمه. صاغ هذه النظريه او المذهب الفلسفي الطبيعي بالاساس المفكر الفرنسي جون جاك روسو اشتهر به واكيد جدا انها مدرسه ولديها كثير من المتاثرين بها فيما بعد لانها موضه كانت في ذلك العهد وكانت يعني موجه فكريه غزت اوروبا وغزت باريس بدرجة أساسية وتعبر وعبرت عنها حتى في الأدب ما يسمى بالحركة الرومانتيقية أو الحركة البعض يسميها الحركة الرومانسية أو الحركة الرومانتيقية التي هي بالأساس حركة نقدية لمشروع التقدم الذي جاءت به الحداثة هذه الفكرة مهمة لأنها تساعدنا على فهم الأمر إذا صغها بالأساس المفكر الفرنسي جون جاك روسو في القرن الثامن عشر ودافع عنها بشدة لابد كي نفهم الفلسفه الاخلاقيه الطبيعيه ان نبحث في سياق ظهورها الاجتماعي فهي في ذلك في تلك المرحله القرن السابع عشر والثامن عشر قرن الفساد السياسي وقرن يعني الثورات الكبرى وقرن يعني عرفت فيه اوروبا احداث جسام على مستوى اجتماعي استغلال اجتماعي فساد الانظمه السياسيه وخاصه الملكيه وتقادمها و فساد يعني النظم الاجتماعية وظهور الطبقية بشكل مفرط واستغلال الناس لبعضهم البعض والحروب الحروب الأهلية والحروب والمجاعات وإلى غير ذلك هذا الأمر دفع ببعض المفكرين إلى التوجيه النقد اللاذع للمجتمع وتحميل النظم الاجتماعية كل المسؤولية عن فساد المجتمعات وفي المقابل قام هؤلاء بالدعوة إلى العودة إلى المراحل الأولى من الحياة الطبيعية تلك المراحل التي لم تعرف الفساد ولا الظلم ما يسميها فيما بعد سيغموند فلويد بمرحلة المرحلة الذهبية في تاريخ البشرية طبعا جون جاك روسو يعتبر أن الإنسان كان سعيدا في الماضي لما كان يعيش على فطرته الطيبة التي وهبتها له الطبيعة وهبها له الله سبحانه وتعالى والانسان حسب هذه النظريه هو ملهم طبيعيا بفعل الخير وتجنب العدوانيه طبعا الانسان لو عاد الى طبيعته الاصليه حسب جون جاك روسو فهو سيلتقي بضميره الطيب باصله الطيب الخير الحر بسعادته على فكره استدراك هنا بقوسين هذه النظريه عاصرت نظريه اخرى تقريبا هي نظرية المفكر توماس هوبز وهي نظرية إنجليزية تقول بأن على العكس تماما من نظرية الإنسان الخير تقول بأن أصل الإنسان ذئب للإنسان فهو الإنسان شر وشرير بطبعه وليس على عكس هذه النظرية الطيبة وذات يعني المؤمنة بالإنسان هناك هذه النظرية التي إلى حد وهي على فكرة نظرية الإنسان ذئب للإنسان نجدها كذلك عند ميكافيلي ميكيافيلي صاحب كتاب الأمير وعبر عنها في كتابه الشهير الأمير نجده حتى عند بعض المفكرين العرب على فكرة مثلا المعري الشاعر الشهير المعري يقول بيت شعري ويعكس هذه النظرية تماما يقول والشر في الجد القديم غريزة منه في كل نفس عرق ضارب والشر في الجد القديم غريزه منه في كل نفس عرق ضارب اذا هذه نظريه بشكل من الاشكال نظريه الانسان ذئب للانسان المهم ان جون جاك روسو واصحاب النظريه الطبيعيه يعتبرون ان الانسان طيب وليس شرير على عكس ما ذهب اليه هوبز وميكافيلي والمعارك من هذا المنطلق فان الطبيعه اوجدت الناس طيبين واحرار وسعداء الله لما خلقهم في المرحله البدايه كانوا سعداء واحرار وان كل الظلم الذي اتى على الانسان جاء نتيجه المجتمع وفساد الانظمه الاجتماعيه ولو استعاد الانسان طبيعته الاصليه التي لم يدنسها المجتمع بعد فانه سيستعيد سعادته الضائعه إذا الأخلاق حسب هذه المدرسة مصدرها صوت الواجب الذي هو بالأساس صوت الضمير الصافي والطبيعي الطيب، يعني إذا أردت أن تعرف ما يجب عليك فعله فإنه عليك أن تعود في صامت وفي هدوء تعود تقوم برحلة داخلية بعمق لتسمع صوت غريزتك يتكلم من داخلك بشكل صافٍ قدر الامكان من اجل ان يحدد لك ما يجب فعله طبعا هذه النظريه نجد لها بعض التطبيقات وفي الواقع لانه مثلا نعطيك مثال الهبه الطبيعيه لما نرى شخص يستنجد بنا فإنه نوع من الغريزة تتحرك في داخلنا فطرية عفوية بسيطة، أنصار النظرية الطبيعية يقولون أن هذه حجة على صحة موقفهم من أن الطبيعة خيرة وأن الضمير الأخلاقي موجود فينا بشكل غريزي وبشكل طبيعي، طبعاً يمكن أن نجد ايضا اصول لهذه النظريه لدى بعض المفكرين المسلمين مثل مثلا صاحب كتاب حي ابن يقظان مثلا لانه يعتبر ان الضمير يتكون طبيعيا بشكل طبيعي ابن طفيل المفكر والفيلسوف الاندلسي يعتبر ان من انصار هذه النظريه الى حد ما طبعا الفلسفه الطبيعيه هذه وهذه النظريه الفلسفيه تم نقدها بشده، تم نقدها بشده وخاصه لانها نظريه تركز على الغريزه والمزاج وكل هذه الامور، وخاصه من قبل من؟ من قبل المدرسه الكونيه او المدرسه العقليه في الاخلاق وهي ما سنراها في الفيديو الموالي ان شاء الله.